صباح الخير على كل وفية الإذاعة القريبة منكم متغاديو فين ما كنتم. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة، هو موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة وسلامة ديالكم من خلال برنامج صحة وسلامة. اليوم إن شاء الله موضوعنا غادي يكون على تفاعل الأعشاب مع الأدوية. فكنعرفوا أنه الكثير من الناس كيستهلكوا ولا كيعملوا بعض الوصفات أو الخلطات اللي كيكون مركب ديالها هو خليط ما بين مجموعة ديال الأعشاب في نفس الوقت اللي كياخذوا فيه أدوية لعلاج مرض مزمن، ممكن يكون داء السكري، ممكن يكون طونسيون ولا ضغط الدم أو لأمراض أخرى. فشنو كيوقع؟ واش كاين هناك تفاعل ما بين الأعشاب والأدوية لما هذا الشخص أو هذا الإنسان كياخدها؟ هذه هي النقطة اللي غادي نتكلموا عليها اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 أو 52. ما تنسوش كذلك عن طريق الرقم 5080 لازم في أول SMS أو الرسالة اللي غادي تبعتوها ضروري تكتبوا كلمة صحة SHA، تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤالكم للرقم 5080 وثمن SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. وإن شاء الله كل أسئلتكم هي خاصة بموضوعنا اليوم مرة أخرى هو على تفاعل الأعشاب مع الأدوية، غادي نجاوبوا عليها رفقة الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية. وأرقامنا إن شاء الله غتكون مفتوحة وراه الإشارة لكل الناس اللي بغاو يطرحوا أي سؤال خاص بالموضوع ديال اليوم، وكان هو موضوعنا بناء على طلب ورغبة الكثير من المستمعين الكرام اللي بغاو يطرحوا هذا الموضوع من خلال برنامج صحة وسلامة. وكنتمنى إن شاء الله أنه الاستفادة تكون في الحلقة ديال اليوم. فجميع الأعشاب بكل أنواعها غادي نتكلموا عليها بالنسبة للناس اللي كيستعملوا الأدوية وفي نفس الوقت كيلجؤوا لبعض الأعشاب لبعض الوصفات أو للخلطات، فشنو التفاعل اللي كيوقع؟ هذه النقطة المطروحة اليوم من خلال برنامج صحة وسلامة. فمباشرة غادي نمشيو مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني اللي هو أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، هو أيضا لظروف صحية فما قدرش يكون حاضر معنا في الاستوديو، هو اليوم معنا فقط عبر الهاتف. صباح الخير وأهلا بك دكتور عبد الخالق الرمضاني. أهلا بك، تحية لك، تحية للطاقة مجموعة، تحية لجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وإن شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب دكتور عبد الخالق الرمضاني. كنت طبعا خضعتي العملية، الحمد لله كانت بسيطة مرت بسلام، فنتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل والقريب. أنت دابا فترة نقاها ورغم ذلك التزمتي وأنت معنا دابا على الهواء مباشرة، فشكرا لك. إذا في البداية دكتور عبد الخالق الرمضاني، كنعرفوا أنه بزاف ديال الناس في الوقت اللي كيتناولوا فيه وصفة طبية يعني تحت إشراف طبي المرض معين، ممكن يكون داء السكري، ممكن يكون ضغط الدم أو لا أمراض أخرى، فكيلجؤوا كذلك لبعض الوصفات أو الخلطات اللي كيكون الأساس ديالها هو واحد الخليط اللي هو مركب من مجموعة من الأعشاب. فقبل ما غادي نعرفوا شنو هي هاد الأعشاب ونعرفوا كذلك الأدوية وقتاش هاد التفاعل كيوقع، ففي البداية في الجسم أو الذات ديال الإنسان لما كياخد وصفة طبية وخلطة اللي ديال الاعشاب اشنو كيوقع في الذات ديال الانسان دكتور عبد الخالق الرمضاني؟ كيف ما كنعرفوا وكيف ما فيت من تطرقنا لها واحد العدد كبير من الحلقات، فملي كنطرقوا فملي كنهضروا على الاعشاب الطبيه فراه هي واحد العدد كبير من المكونات، كنعطينا منهم دي زركارويد، عطينا منهم سابونيد، دي زونتوسيان، دي فلافونويد، دي فينول، يعني واحد العدد كبير ديال المكونات، وفيهم بعد هذه المكونات اللي كتقدر تكون عندها واحد الفعالية في واحد الاتجاه معين. بطبيعة الحال كما كنعرفوا كيكون عندها كذلك بعض الأعراض، المشاكل الجانبية اللي تقدر تسبب فيها، وكذلك بعض المضاعفات ممكنة على حسب الكمية والطريقة باش استعملناها، وكذلك كاينة الإمكانية ديال بعض التفاعلات اللي كتمشي في واحد الاتجاه لأنها كتقدر تنقص لنا من الفعالية ديال بعض الأدوية بالطريقة اللي احنا غادي نشرحوها من بعد. إذا هاد الأدوية كما ذكرت فهي واحد المكونات في الأعشاب الطبية، عفوا، فهي واحد عدد كبير من المكونات اللي هي فعالة وعندها واحد الفعالية على الداس ديالنا، يعني حتى هي كدير لها الميتابوليزم ديالها، حتى هي كتدخل للكبد، حتى هي كتقدر تحتاج أنزيمات باش تخدم، حتى هي كيهزو يعني واحد دي برانسيب أكتيف، هادشي لدرجة أن بعض لي برانسيب أكتيف مثلا اللي كيتم الاستخلاص ديالهم باش كنحقنوهم وكنزيد نديروهم في بعض العلاجات، بعض الأدوية نذكر مثلا جيرانيول اللي هو مستخلص من جيرانيول اللي هي العطرشه، جيرانيول اللي هو من واحد المكونات اللي مستخلص من العطرشه واللي كندخلوه في واحد المكونات، منها مثلا بعض العلاجات ديال بعض المشاكل ديال
وديال الجيوب الانفيه هذيك لي سينوزيت. اذا وكذلك هاد كما ذكرت هاد الاعشاب هذه كتقدر تكون عندها بعض الاعراض ولا حتى بعض هذا. مثلا نعطي مثلا ديال الثوم ديال البصله. الثوم والبصله معروف عليهم لانهم نبيل المنافع اللي كنكون فيهم ولانهم ايبوغليسيميون، معناها انهم كينقصوا لنا من السكر في الدم. ولكن المساله بحكم على انهم غنيين من بين الحويجات كثار اللي هما غنيين بهم، غنيين بواحد الماده اللي كاريمو كنسموها لاسيتو انسولين، يعني الانسولين الطبيعيه، واللي كتلعب في الدور ديالنا في الدور ديال الانسان ديالنا كتلعب داك الدور تقريبا قريب بزاف للانسولين، لدرجه انها كتدخل مع الانسولين حتى في الجسم ديالها. الانسولين ملي كتسالي الخدمه ديالها في الدار ديالنا كتدخل عندنا لواحد البلاصه في الكبد، واحد ليسيت اللي كاين عندنا في الكبد باش كيتم التخريب ديالها والتخلص منها. هاد الفيتو انسولين كتقدر تدخل يعني في سباق مع هاد الانسولين ديالنا، وبالتالي وما كتخليهاش تخرب، وبالتالي كتبقى عندنا الانسولين خاصه بالنسبه للناس مثلا اللي كيستعملوا ليبره ديال الانسولين، يعني كيكونوا اون سيغ دوزاج، يعني بمعنى ان الانسولين كتبقى داير حاضره في الدات ديالهم وكدير الفعاليه ديال اكثر. وبيان المساله اللي قدروا يتعرضوا لها بطبيعه الحال اللي هي ليبوغليسيمي او لا يقدر يطيح لهم سكر الله يحفظ. كذلك مثلا حويجات بسيط، مسائل الحويجات اللي حنا كنعرفوهم لواحد العدد ديال السيدات كيستعملوهم، بحال مثلا الجانسينغ كنسمعوا دابا الجانسينغ ولا لا مود اللي ناقص بشويه القوه تمشي تستعمل شويه ديال الجانسينغ. ولكن كاين كذلك كاين عنده بعض التفاعلات مع بعض الادويه خاصه الوقاخين لي زونتي فيتامين كي، يعني الناس اللي كياخذوا كي بعض الادويه باش كيجري الدم او لا باش ما يتكبدش لهم الدم خاصه، دونك الناس اللي كياخذوا خاصه لي زونتي فيتامين كي، فهنا كاين واحد التفاعل اللي كيمشي في نفس الاتجاه، وبالتالي ان الانسان يقدر هذيك لا دوز اللي عطى هذه الطبيب ديالو كيقدر حيت كيستعمل الجانسينغ يعني ولات واحد لا دوز اللي كدير فعاليه اكثر بحكم ان جات واحد الحاجه اللي كتعاونها. اذا كخلاصة الأعشاب كتقدر تمشي في نفس الاتجاه ديال الأدوية، وبالتالي كتقدر تفوت لنا القياس، وهنا ما كتبقاش عندنا مشكل، ما كنقدروش نبقاو عارفين أشنا هو القياس اللي درناه، واش كافي ولا ما كافيش. وبعد مرات خاصة إلا ما كانتش المعلومة عند الطبيب المعالج فهو ربما كيقول ربما قيل لا دوز اللي حنا نعطي من العلاج ربما كثيرة إذا خاصني ننقص منها. ألوغ هوايا السبب راه بسيط، هو أن السيد راه استهلك واحد الأدوية اللي مشات في نفس الاتجاه. ونعطي هنا واحد المثل اللي هو واحد المثل اللي هو معروف، هو ديال لوبيبين. لوبيبين اللي هي أولا اليوفاريكون، اليوفاريكون اللي معروف عليها لأنها واحد العشبة اللي كاريمون إلا زعما اللي كناخذوا منها واحد الكمية كبيرة كتلعب ستانيني بيتوغ دو مونو أمين أوكسيدات، يعني كاع الفعالية ديالها كيفاش كتخدم أولا هنا كيفاش كنفكروا أن ربما الفعالية ديالها كتكون. وهنايا كإشارة فر واحد العدد كبير ديال الأعشاب في بيئة أخرى كذلك حتى هي كتخدم في نفس الاتجاه، منهم مثلا حتى القهوة، حتى السكنجبير، حتى جينكو بيلوبات، هما عندهم نسبيا هذا التفاعل مع هذه الأدوية هذه. وبعض الناس اللي كيكونوا كياخذوا من هذا الميبيرتوي وهذا النتيجة ديالها، يعني علاش كتستعمل في واحد العدد كبير ديال الحاجات ولا هي فريقون كتستعمل باش الانسان كيترخى، باش الانسان كيترتاح، خاصة الانسان اللي كيكون في واحد الحالة ديال التوتر، لدرجة انه مثلا في فرنسا كنسموه انتيزان بسيكو رولاكسونت. مخا غادي نرجعوا لعندك الا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، ومازال غادي نطرقوا لكثير من النقط والكثير من الامراض والحالات اللي كيكون في هذاك التفاعل ما بين العلاج الطبي او الوصفه الطبيه وما بين وصفه اللي هي التركيبه الاساسيه ديالها هي مجموعه ديال الاعشاب. فغادي نجاوبوا على سؤالك. الام سلمى اللي كتسول على الوليد ديالها عنده مشكل ديال الصرع وكياخذ العلاج الطبي ونصحوها باستعمال بعض الاعشاب، الوليد في العمر ديالو عام ونص، فان شاء الله غادي نرجعوا نجاوبوا على سؤالك. كذلك ام مصطفى نجاوبوا على سؤالك، خليكم معنا فقط في الاستماع وبقوا اوفياء كيف ما عودتونا دائما. فاصل اعلاني وراجعين لكم ما تمشيو فين. اميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم، احنا في برنامج صحه وسلامه، وموضوعنا اليوم على تفاعل الاعشاب والادويه مع الدكتور عبد الخالق الرمضاني الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. مرحبا بكل تساؤلاتكم على 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك الرقم 5080 ضروري تكتبوا كلمه صحه اس ا اش ا، تخليوا فراغ صغير وتبعثوا بسؤالكم هذا الرقم. الا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني معنا اس ام اس من عند ام سلمى كتقول عندي وليد في العمر
ديالو عمونس عنده النوبات ديال الصرع هي متبع لي عن طبيب كياخذ الدواء ديالو كتقول عباره عن اقراص ونصحوها بعض الناس انها تستعمل الاعشاب خصوصا المهدئه قالت نصحوها بقعقله نصحوها بالقرنفل ونصحوها بالبابونج اولا لا كاموميل على انه الوليد يبدا يشرب كاس كل نهار فكتسول واش ممكن تعطيه يعني هاد الاعشاب مع الادويه والعلاج اللي كياخذوا اللي هو خاص بالصرع. غادي نجاوب ام سنة من بعد باش نكمل هذا الكتاب ديالي على الفكره ديال الميل تاكتوي او لا يفارقون. بالنسبه كما ذكرت فواحد العدد كبير مثلا في اوروبا كانوا كيستعملوا الاقراص المانعه ديال منع الحمل. وتبين ان هذه الاقراص ما عطاتش المفعول ديالها. وكان العامل المشترك لدرجه ان كان التفكير يعني مشات واحد التفكيرات كثيره ما بين وربما واش هذيك لابيلين ولا هذيك الاقراص اللي كانوا كيستعملوها ماشي فعاله ولا لا لا. ومن بعد تبين على ان العامل المشترك كان ما بين هذوك السيدات هو انهم كانوا ملي كيكونوا مضطرين كيستعملوا بعض الاقراص المهدئه اباز للاساس ديالها هو اللي يفارقون على الميل بيرتوي. ومن ثم كاين تبين بدات بعض الابحاث اللي تثبتت فعلا انه الميل بيرتوي بالنسبه للاخوان الصيادله والاطباء اللي كيتصنتوا لنا في غادي يسموا المصطلح ديالهم سي ان بويسون انديكتور انزيماتيك معنى انه كيحفز لنا بعض الانزيمات اللي كتكون عندنا في الكبد واللي كتصفع لنا من الوتيره ديال التخريب ديال اولا ديال بل ان احنا كان الدت ديالنا كتاليميني هذوك لي هاد الادويه هذه وبالتالي فما كتكونش الفعاليه ديالهم. واذا هنايا بطبيعه الحال كتكون النتيجه هي ان هاد العلاج واخا الانسان كياخذو ما كي يعطيش. بالنسبه للام سلمى مثلا الميتيرفي حتى هو ظهر لانه كاين عنده تفاعلات مع التريتمون ديال ليبيليبسي فينوباربيتال ولا اي العلاج الاخر. يعني واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه تثبت على انها كتنقص لنا من الفعاليه ديال هاد الادويه مع الاعشاب مع ديال فينوباربيتال مثلا ولا بعض العلاجات الاخرى ديال الصرع. بلا ما نساو على انه بطبيعه الحال ربما هذه المساله اللي غادي يكونوا قالوا عليها يعني راه كاين واحد التفاعلات مع واحد العدد كبير من الادويه كذلك وكذلك واحد التفاعل مع واحد العدد كبير من المواد الطبيعيه اللي ذكرت منها ميبيرتوي الكامومي هنايا حتى هي واخا محطوطه في قفص الاتهام ولو انه ما كاينش يعني ابحاث اللي هي متأكدة ولكن ما كيمنعش على انها حتى هي محطوطة في نفس الخانة اللي كنا حطينا فيها بالنسبة للأخت يعني بحال الحويجة بحال الميبيرتوي بحال لوكاليبتوس بحال درجة الكركوما بحال عصير ديال البومبلوموس يعني هادو كاملين اللي معروف عليهم على انهم عندهم يعني واحد التأثير ولو بعض المرات كيكون ايجابي في الحوايج اخرى ولكن سلبي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا بعض الادويه. فمن الاحسن انها تبتعد على استعمال ديال الاعشاب الطبيه في الحاله ديال الابن ديالها. واخا الى سمحتي نمشيو نتواصلوا مع المستمعين الكرام دكتور عبد الخالق الرمضاني وغادي ناخذوا ام رضا معنا من مدينه اسفي. اهلا بك ام رضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح النور. الله يجازيك عافاك. بغيت نسول الدكتور رمضاني. مرحبا. عافاك انا عندي جوج وليدات فيهم فقر الدم. البنية عندها 4 سنين والوليد عنده 11 شهر. تنعطيهم خرج لهم السيرو بزوج وفي نفس الوقت تنعطيهم واحد العشبة سميتها الفوة. تنديرها لهم تنعجنها لهم مع المخامر وبعد المرات تنديرها لهم شوية مع الماء وتنعطيها لهم. بغيت غير نسول الدكتور واش هادي مزيانه. وثاني سؤال سمحوا لي غنطول عليكم شنو هما الحويجات اللي نقدر نعطيهم ليهم باش يحدوا لي شويه يسرعوا لي شويه في العلاج ديالهم فقر الدم. واش فقر الدم تيتعالج ولا تيعاود مثلا يرجع على المدى البعيد ولا شنو؟ واخا ام رضا الوليدات عملوا التحاليل. عنده التحاليل. واخا فقر الدم شنو لقيتي؟ نقص في الحديد. نقص في الحديد. عندي الهيموغلوبين البنيه عندها 10 فصيله 25 تقريبا. أيه. والوليد عنده 9. واخا واش هاد الدرجه ناقصه بزاف؟ ان والله العظيم بقيت مخلوعه عليهم وغير بالي غير هاد الشيء. ما
نعم واضح ام رضا، وهي مساله طبيعيه، ما نلوموكش لانك ام، فهي مساله عاديه. والله اختي تنعس تقريبا ما تيجينيش، وتنبقى نفكر فيهم بزاف وما عرفتش علاش جاهم، رغم انني تنعطيهم ما نقول لك شخصي كاع الماكله الخضره كلشي تنعطيهم، هاد فقر الدم ما عرفتش من نعم. كان عندك انت المشكل ديال فقر الدم في الحمل في الفتره ديال الحمل ام رضا؟ لا بصفه نهائيه. الزوج ديالك؟ الزوج ديالي زعما بعيد عليا، ما عندوش ماشي بالقرابه ولا شي حاجه، ما نظنش ما عندوش مشكل، غير هو بالنسبه لنا فاش كنت حامله بوليداتي تنعاود التحاليل ديال فقر الدم جوج مرات. أيه؟ فقرات الحمل ديالي. وخ. يعني ما عنديش مشكل ديال فقر الدم كاع بصفه نهائيه. واخا ان شاء الله نجاوبوا على سؤالك ام رضا، شكرا لك. بالخير حبيبتي، فرحوني وبغيت نطمع، الله يجازيك بالخير ان شاء الله. العفو ام رضا، هذا واجب علينا، شكرا لك، كنتي معنا من اسفي. بارك الله فيك، صحكم بربي علينا وعليك ان شاء الله. اذا دكتور عبد الخالق رمدي، بالنسبه للوليدات اللي كياخذوا العلاج اللي هو خاص بفقر الدم، وقالت انها تعمل لهم العشبه ديال الفوه كيف ما شرحت، انها كتعجنها مع داك المخمر او مع البطبوط، او لا بعض المرات كتعطيها لهم كمشروب مع الماء. انا بغينا مزيان انك اللي كنبغي دائما نركز عليها هو انه يكون بعدا كاين واحد يعني واحد التشخيص، يعني علاش عنده هاد الفقر ديال الدم، واش عنده عند الفقر مثلا حينت كيف مثلا ممكن يعني التغذيه ديالو ما متوازناش، يعني عنده بحال بعض الناس يعني واحد الحميه الغذائيه ولا النظام الغذائي عنده ما متوازنش، او لا حينت الحديد ما كيستافدش منه، ربما كيكون واحد الاكثار في تناول الشاي، او لا بعض المرات كيستعمل بعض المكملات الغذائيه خاصه اذا كانت مثلا الكالسيوم، واش عندهم حساسيه يعني بعض المشاكل اللي كنمشيو نقلبوا عليها، مثلا الناس اللي كتكون عندهم ديك المرض ديال لانتوليرونس او غلوتين. نعم. المرض ديال السيلياك، يعني بعض النوع من الحساسيه اللي كتكون ديالنا في المعده ديالنا، ولا بعض التهابات ديال الامعاء ديالنا، يعني كان واحد العدد كبير من الاسئله اللي ضروري ان احنا نعرفوهم عاد باش كنفكروا تلقى عندنا الحل، هو ان احنا نفكروا ان احنا نهزوا من لا سيبليمونتاسيون، نهزوا من المصادر ديال الحديد الى افترضنا على ان هذا هو السبب، يعني هو المسألة اللي كنبغي دائما انشر ليها هو ان بيبي، يعني بيبي ديال عام مثلا، راه كيكون عنده نفس تقريبا نفس الحاجيات كإنسان كبير، يعني ما كيكونش واحد الفرق اللي هو كبير، يعني واحد 11 ملي جرام تقريبا في اليوم اللي كنا كنحتاجوها تقريبا حتى 20 ملي جرام، وهنا كتفوت على حساب واش عندنا فقر ديال الدم ولا لا. التغذيه ديالنا بطبيعه الحال انا عارف باش نكونوا في الحال عارف خفات مزيان، ان احنا التغذيه ديال الطفل ديالنا نحاولوا ما امكن ان احنا ننوعوها ونبعدوا الاستعمالات كما ذكرت قبيله مثلا ديال الشاي مثلا في الوقت، ولا حتى بعض الاعشاب الطبيه اللي كتلعب هذا الدور ديال الكيلاتور قبيله ذكرت، والاغلبيه ديال المشروبات النباتيه اللي احنا ديال الاعشاب الطبيه اللي احنا كنستعملوها ك يعني كمشروب اغلبيتها كيكونوا فيها التناول، اغلبيتها كتقدر تسبب لنا في نقصان من الحديد. اذا هنايا بطبيعه الحال كنسمعوا واحد العدد كبير ديال السيدات كيستعملوا الفوه، فالفوه هي كتبقى من بين المصادر ديال الحديد، بحال نفس لوتيغ لي زيبينار مثلا، او يعني بحال لي زيبينار، او حتى الحريقه يعني، او البيتخاب، او بطبيعه الحال كما كنعرفوا ان المصادر الحيوانيه خاصه مثلا الاسماك، شي واحد القطع ديال الاسماك البيض، يعني اللي هذوك لي نوا، يعني الاساس اللي كنبغي نركز عليه عندهم الاخت هو انها تركز على واحد التنويع، على واحد النظام غذائي اللي فيه كل شيء، يعني لو فيغ ايميك ولو فيغ نو ايميك، يعني مصادر حيوانيه وفيه مصادر كذلك نباتيه، ومن في المصادر النباتيه كنهضروا على خضار، كنهضروا على فواكه، وبطبيعه الحال اعشاب طبيه اللي هي كتنفع غير في الجهاز الهضمي مثلا من قبيل الكرويه، من قبيل حتى الفوه، يعني ندخلوها في التغذيه ديالنا مزيان، ولكن ما نساوش على انه الاساس ديال التركيز خاص يكون على التغذيه والنمط الغذائي ديالنا. نعم. هذا بطبيعه الحال اذا افترضنا ان التشخيص يعني كان على انه السبب هو
100% غذائي وما كاينش شي سبب اخر. نعم، اذا هنا في الحاله ديال ام رضا ووليداتها يعني هنا دكتور عبد الخالق رمضاني بالنسبه للفوة نعتبروها غذاء، ما كاينش تفاعل نهائيا مع العلاج اللي كياخذوا الوليدات ديال فقر الدم. لا، التفاعل كيف ما ذكرت ديال فقر الدم خاصه غادي يكون مع المشروبات اللي كنكونوا فيها طالع من قبل، مثلا الشاي دابا بحال اتاي. نعم، بحال اتاي مثلا وخ. يعني وحتى الشاي بطبيعه الحال الاطفال كتجي صعيب على ان احنا نحرموهم منه. اذا على الاقل ما يكونش واحد الاستهلاك اللي هو كثير، او لا حتى اذا كان واحد الاستهلاك يكون بعدا، لكن على الاقل بعيد بعيد بزاف من الاوقات ديال اللي حنا كنحطوا في هذيك الاطباق اللي حنا عارفين على انها مصادر ديال ديال هذه الماده. نعم، من بعد ام رضا من اسفي غادي نتواصلوا مع سعيده، هذه المره هي معنا على الخط. اهلا بك سعيده. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله عليكم، الله يعطيك الصحه على هذه البرامج. يا رب امين، مرحبا بك لاله سعيده. الله يسهل عليك. بغيت نسول الاستاذ. اييه، عندي الليبيس، راه كنت اتصلت بكم. اييه، وكناخذ الثومه الصباح على الريق، واش كضر ولا ما كضرش؟ وكناخذ الادويه ديال السكر وديال لوبيس. بغيت نعرف واش دا السكري مثلا لالا سعيده كتاخذي غير الفانيد ماشي الانسولين؟ غير الفانيد ماشي الحقنه. نعم، ماشي الحقنه. واللوبيس كناخذ عليه حتى هو الفانيد. كتاخذي فانيده في النهار، فانيده ونص؟ تاع اللوبيس كناخذ جوج في النهار. جوج في النهار ديال 20 ملي غرام. ديال 20 ملي غرام لاله سعيده؟ ديال 40. 40 داكور. واخا هذاك الدواء اللي كيجي من فرنسا. داكور واخا. وبغيت الله يعطيك صحتك، كناخذ طفوه في الليل بريريت فيه اللويزه والزعتر واليازير. اييه، وهذوك واش حتى هو ياثر لي على الدواء ولا لا؟ واخا نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك لاله سعيده. الله يحفظكم، الله يجازيكم بخير. يا رب امين. شكرا لك. شكرا بزاف على البرامج. العفو، هذا واجب علينا ان شاء الله. دعواتنا ليك لاله سعيده ولكل مريض بالشفاء العاجل والقريب، وان شاء الله دوام الصحه والعافيه للجميع. اذا نبداو اولا بالمشكل ديال داء السكري، لانه كان السؤال حتى ديال ام مصطفى دكتور عبد الخالق رمضان، ديال بزاف ديال الناس على داء السكري والتفاعل مع الاعشاب كيفاش كيكون. فاول حاجه سولت عليها لاله سعيده هو الثومه. الثومه وكيفاش كتاثر على داء السكري؟ ربما الثوم بالنسبه لكم اللي كنا هضرنا عليها واحد الحلقه، كنا تطرقنا لواحد عدد كبير ديال المكونات اللي كاينين فيها. كنا تطرقنا سميتو العدد المكون اللي هضرنا على لاليين، هضرنا على الامكانيه على انها تقدر يعني كمنظف كتقدر تعاوننا باش نحاربوا واحد العدد كبير من الميكروبات، كتحفز لنا المناعه، كتعاوننا باش نقضوا الضغط الدموي. وكذلك كنهضرنا على انها كنقدروا نهبطوا بها شويه نسبيا، يعني البروغريسيميون، بحكم على انها من بين الحويجات اللي كاينين المكونات اللي كاينين فيها كاين واحد الماده كما ذكرت قبيله اللي هي كاريمون سي دو لا فيتو انسولين. ياك، اذا هنايا كنستنتجوا على ان واحد العدد كبير ديال السيدات كيستعملوا بعد ولا سنه كيستعملوا بعض الاعشاب وكيستعملوا ادويه. هنا دائما النصيحه اللي كنعطيهم هو يعني اي واحد كيستعمل شي حاجه مزيان انه يشيرها الطبيب المعالج ديالو. علاش؟ لان كيكون دائما هذا الهاجس، هذا التخوف ديال بطبيعه الحال ديال المضاعفات. الا افترضنا ما كاينش مضاعفات، هنا تقدر تكون مضاعفات على الكبد على الكلى على الامعاء. وهنا غادي نشير بالنسبه للاخت سعيده، الثوم هي اللي كثرنا منها، فما بين الحويجات اللي كتقدر تسبب لنا فيها هذيك الحرقه في المعده، وتقدر تطيب لنا شويه المعده نتاعنا، وتقدر تسبب لنا كذلك في بعض الحالات ديال الاسهال. ولكن كما ذكرت ان بعض الاعشاب كذلك تقدر تمشي في نفس الاتجاه ديال الادويه، او لا كتمشي في اتجاه معاكس ديال الادويه. هنا لحسن الحظ هنا في الحاله ديالها هو انه مثلا الثوم كتمشي في الاتجاه ديال يعني كماده اللي هي كتجري الدم اللي كتقاد لنا المناعه، يعني ما كاينش واحد التفاعل اللي هو سلبي، ولكن كاين تفاعل ايجابي تو خاصنا ناخذوه بعين الاعتبار، بحكم على انها كتمشي في نفس الاتجاه ديال الدول ديال السكر. اذا هنا مزيان على ان هاد
هاد الحاله هذه ولا الاخت مزيان ان احنا نحاولوا نشيروا ليها مثلا تما اي واحد مثلا بين الحويجه اللي كنلقاو ان بعض الناس اللي كيستعملوا اي حاجه من هذا الشيء اللي غادي نذكر مثلا كيستعملوا بعد مرات لا يوم سيبا ولا لونيون ولا البصله لا يوم البصل اولا الثوم اولا لوكاليبتوس غلوبولوس يعني واحد اولا كيستعملوا سميتها الحلبه اولا اوراق الزيتون اولا بعض اولا حتى الاوراق ديال القرقع اولا حتى القرقع هو نيت كيستعملوا في كومباس كيستعملوا دوك الاوراق ديال الفريز وبعد مرات كيستعملوا الميرس كيستعملوا بعد مرات الشاي يعني كاين واحد العدد كبير ديال الاعشاب الطبيه اللي كيستعملوها باش يعني كمحاوله باش نقصوا من السكر مزيان على ان احنا هاد الحويجات هادو دائما نشيروا للطبيب ديالنا المعالج اللي هو غادي يعرف هذيك الاعشاب بعدا كيفاش كتخدم مثلا بحال مثلا ذكرت الشاي فهو كيلعب دور بحكم انه غني بهذوك لي طانا اللي فيه اوراق الشاي ربما ركنا تطرقنا ليهم وتطرقنا لواحد المكونات ديالو بالنسبه للجينيا كنا تطرقنا على انها فيها بعض الاحماض الامينيه يعني كتقدر تلعب لنا واحد الدور كبير كنقصان كوم ايبوغليسيميون هذو حوايج ضروري ان احنا نشيروا لهم المعالج ديالنا الطبيب ديالنا باش ياخذهم بعين الاعتبار في الفعاليه ديال الادويه ديالنا اولا كاريمون ربما في بعض الاحيان انه ينصحنا بعدم استعمالهم. نعم الا سمحتي غادي نرجعوا لك مازال الا سمحتي دكتور عبد الخالق رمضان احنا راجعين عندك مازال باش نوصلوا معك حلقه اليوم من برنامج الصحه والسلامه وموضوعنا على تفاعل الاعشاب مع الادويه معك دكتور عبد الخالق رمضاني الاخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه وارقام التواصل معنا دائما مفتوحه وراء الاشاره 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك رقم 50 80 كتبوا كلمه صحه خلوا فراغ صغير وبعثوا بسؤالكم للرقم 50 80. فاصل اعلاني وراجعين بقوا معنا. بالأدوية والأعشاب غالبا ما كيكون تفاعل لي إما كيزيد من الدور ديال الدواء وكيولي إفراز أو للعكس بأنه كيحد من الدور ديال هذاك الدواء وهنا كيكون تفريط. واللي شائع بزاف هو أن التفاعل لي كيكون عادة ما بين البصلة والثومة مع استعمال الأنسولين وهنا كيقدر يؤدي لانخفاض معدل السكر في الدم بشكل لا قدر الله يقدر يعطي حتى المشكل ديال الغيبوبة. كاين أعشاب اللي كتفاعل مع الدورة الدموية وممكن تعطي نزيف لا قدر الله. كاين كذلك أعشاب اللي كتقدر تأثر على حبوب منع الحمل وما كتخلي هاش دير الدور ديالها. ومن الاعشاب اللي شائع لانها كتعطي تفاعلات في حيث انه كان افراط في التعامل والاستعمال ديالها بحال حبوب القهوه سكينجبير ورق الزيتون بما انه هذا هو الموسم ديالها ورق القرقاع كذلك اليفارقون او الحلبه. لذلك بما انه الاعشاب هي من الطبيعه وهي اللي كتجود علينا بها فدائما تعاملوا معها كغذاء وماشي كدواء. كانت هذه فقط نصيحه اليوم. مرحبا توصلكم معنا على 0522 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش ذلك الرقم 50 80 كتبوا كلمة صحة خليوا فراغ صغير وبعتوا بسؤالكم هذا الرقم. إلا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني نرجعوا للسؤال ديال لالة سعيدة اللي كانت كتعاني من مشكل ديال الدئبية الحمراء وسولات على الثومة اللي كتاخذها دائما على الريق. فبالنسبة للعلاج هي قالت كتاخذ الأقراص تقريبا زوج ديال الحبات كل نهار وقالت أنه ذاك الأقراص يعني كتجيبها من فرنسا ما متوفرش في بلادنا فهي قالت أنها كتستعمل كذلك الثومة كل صباح على الريق وكتستعمل هذا الدواء في حالة ديال إصابتها بالدئبية الحمراء. واش كاين شي تأثير كذلك ولا لا؟ ما سمعتش الاخر ديال السؤال. هي قالت استعمال ديال الثومه على الريق كل صباح مع العلاج اللي هو خاص بالدئبيه الحمراء وقالت انك تاخذ زوج ديال الحبات 40 ملي غرام في النهار. هو فعلا كيف ما ذكرت مثلا هي كتاخذ هذيك الكميه اللي هي كميه نسبيا صغيره ولكن ما كناش على ان احنا نشيروا حيت الحدات ديالها ولا يعني كاين واحد الخاصيه خاصه في هذا المشكل ديال لي بيس ولا ديب لي بيس اريتيماتون ديسيمينال اللي هو واحد المرض اللي هو يعني طويل المدى كنفضل هذا المصطلح هذا على مرض مزمن اللي كيبغي واحد التعامل لواحد المدة اللي هي طويلة. الثوم هنايا في هذه الحالة هذه يعني مزيان ليها بحكم لأنه خاصة يعني كمكمل
غذائي يعني مزيان انه كيعاونها للوقايه من بعض التعفنات اللي كتقدر تصاب فيها يعني يعني كيعاونها قم فلويديفيون ديال يعني كيحرك الحركه الدمويه وكيعاونها كذلك كيعاون كما ذكرنا قبيله فهو سي ان بون ايبوغليسيمون بمعنى انه علاج يعني يعني كيعاوننا باش كنهدلو النسبه ديال السكر في الدم ديالنا. واخا كيف ما ذكرت هنايا بطبيعه الحال في الماء انا ما نكرهش مثلا الاخت سعيده في الماء كتبغي تستعمل شي اعشاب طبيه وداك الشيء مزيان على انها تكون واحد الاستشاره ديال المعالج ديالها وتعطيك فكره على الاعشاب اللي هي كتستعمله. نعم الا سمحتي دكتور عبد الخالق القرمداني كان عندي انا سؤال واش المده يعني المده اللي كتكون ديال الساعات ما بين استعمال الدواء واستعمال الاعشاب ممكن على انها تقلص او لا تحد من داك التفاعل اللي كيكون مثلا الانسان خدا الدواء ديالو في الصباح والاعشاب ما غادي ياخذها حتى العشيه واش هذا الامر ممكن يعني داك البعد ديال المده ما بين استعمال الدواء والاعشاب كيحد من الوقوع او حدوث التفاعل؟ هنا على حسب النوعيه ديال الادويه حيت كاين بعض الادويه اللي كيكون الهدف منهم هو تكون واحد لا كوفرتور ديال 24 ساعه يعني تكون واحد الانسان محظي اولا كنعاونوه في المده ديال 24 ساعه وكذلك على حسب النوعيه ديال التفاعلات ما بين ديال الاعشاب الطبيه مثلا ذكرنا مثلا البامبلوموس البامبلوموس ربما واحد العدد كبير ديال السيدات والساده كيسمعوا به البامبلوموس هو الي وسط واحد العدد كبير من التفاعلات الحذاري من استعمال بعض البامبلوموس وبعض الادويه هذه مساله اللي كتبقى نسبيا صحيحه لانه فعلا واحد العدد كبير ديال الدراسات اللي مشات باتجاه على انه فعلا ملي كنشربوا هذا المشروب هذا بواحد الشكل اللي هو كثير في واحد التوقيت اللي حنا كنستعملوا فيه الادويه كينقص من الفعاليه ديال واحد العدد كبير من الادويه منهم بعض الامراض كما ذكرنا قبيله ديال الاخ اللي كيعاني من الصرع ديال واحد العدد كبير ديال الادويه اللي هي مضادة لسميتهم للضغط ديال محاربة الضغط اللي كنقص لنا من الضغط الدموي كاين كذلك مثلا بعض الأدوية اللي واخا كتخدع مثلا يعني ضد ديال بحال الديروكسين اللي كتنظم من ضربات ديال القلب ولا ميدافون ولا شي حاجه يعني واحد العدد كبير ديال الادويه اللي معروف عليها انها كاينه في كاين الامكان ديال التفاعل ديالها مع مثلا هذا البامبلوموس اللي احنا ذكرناه او لا حتى كاين منهم اللي عندهم تفاعل حتى مع الميبيرتين او اليوفاريكون ولا حتى الجانسين ولا حتى مثلا الريغليز او العكسوس اللي هو معروف عليه لانه فعلا بحكم المكون اللي فيه الغليسيريزين لانه كيقدر يرفع علينا من الضغط الدموي الطريقه كيفاش كيخدم سي ان مونتي ديوريتيك معناه انه كيمشي انا عارف من هذا المصطلح كنفهمو على انه كيمشي ضد بعض العلاجات ديال الضغط الدموي لديوريتيك ولا المضره للبول وبالتالي فهو مثلا هنايا التخلاط ديال مثلا عرقسوس ولا الغليسيريزين مع بعض الادويه اللي كتمشي في هذا الاتجاه هذا بطبيعه الحال فهو كيمشي ضدها اللي كاين واحد ماشيش باجماع ولكن واحد اتفاق على انه على الاقل يكون واحد 6 سوايع ما بين استعمال ديال الادويه واستعمال ديال هاد المكملات ديال هاد الاعشاب الطبيه ولكن بطبيعه الحال دائما كتبقى المساله ديال المراقبه اللي دائما انا والاستشاره اللي دائما انا كنركز عليها لانه ولو انه اعشاب طبيعيه فراه كيف ما كنقول وكنعاود دائما فراه لا ميدسين دوس ولا هاد الطب اللي حنا كنسميوه طب رحيم راه ماشي دائما رحيم وفي بعض الاحيان يقدر يتسبب لنا في بعض المفاجات اللي ما كتبقى الله يحفظ اللي تقدر تكون ماشي ساره. نعم نمشيو هاد المره لنقطه اخرى دكتور عبد الخالق الرمضاني وغادي نرجعوا لها بعد ما غادي ناخذوا شيماء اللي هي المساله ديال الناس اللي كياخذوا ادويه اللي خاصه بالمشكل ديال الكوليسترول وكيستعملوا زريعه الكتان هنا كذلك واش كيوقع تفاعل او لا هذا هو السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه بعد ما ناخذوا شيماء معنا على الخط. اهلا بك شيماء. الو مرحبا بك شيماء صباح الخير. اذا عافاك لاباس عليك؟ الحمد لله شيماء اهلا وسهلا. كيفي لاباس ربي يخليك. الله يخليك بغيت نسول الدكتور رمضان. اييه عندي ولدي عنده دابا 4 سنين عنده حساسيه ديال شجر الزيتون وديال لي ساكاريان. اييه
والطبيب دابا انا كنتبع عند واحد طبيب بيدياتر و اومين طون كيعرف هادشي ديال الحساسيه مخرج ليا داك الدواء الزرق اللي كيترش الا تخنق ليا بزاف كنديروا ليه واحد سيجور ويجور واحد السيرو نص عنده نص معلقه في النهار السيرو الزرق هو ما بغيتش نقول ثانيه وابخي ولوني واحد طبيب كيخرج هو دكتور ولكن كيخرج الدوايات مصايبه بالعشوب ودابا هاد الايام مشيت عنده دابا شي كانجو خرج ليا واحد الدواء فيه شريحه وثومه وداك البروستور ديال النحل البروستور ما نسيت سميتو البروبوليس وقيلا البروبوليس وزريعة ديال البصلة والعسل ديال الكاريتيس وزيت العود وواحد السيرو دير هو بحال ما مصيب بالخزامة وديك شي كنخلطو ليه مع الماء أيه كيشربو وواحد الحبات كينقهم دابا ديرنييرمون دابا وليت فاش كنعطيه الدواء حيت عندي قبل الماكلة بربع ساعة باش كيجي ياكل كيقول لي ماما دراني كلشي ماما دراني كلشي دابا ما عرفتش شنو غادي ندير يعني شحال دابا باش بديتي لي هاد الدواء هاد العلاج شحال شيماء تقريبا باش بديتي دابا شي كانجو نعم ولاحظتي شي تحسن من الحاله ديال الوليد ولا لا هو مابقاش مخنوق ليا ولكن باقا كنعطيه السيرو ديال الطبيب ديالو الاولاني ديال البيبيات نعم اذا دابا كياخذ العلاجات بزوج اي دابا بغيت نسول على العلاجات بجوج واش صعاب عليه حيت هو صغير وعنده 4 عام وبغيت نسول عفاك الدكتور هاد الطبيب الخناني اللي عطاني الدواء ديال العشوب قال لي لي برودوي لي تيغ ما تعطيهمش ليه كاريمون ما عطيه لا فرماج لا حليب لا والو ما عرفتش واخا نجاوبوا ان شاء الله على كل اسئلتك شيماء شكرا لك تواصلتي معنا شكرا انا فرحانه بزاف اليوم اللي شفتي نخط معكم العفو مرحبا بك معنا في اي وقت شيماء العفو الواجب علينا فإلى سمحتي دكتور عبد الخالق منين غادي نرجعوا ان شاء الله ونجاوبوا على كل الاسئله ديال شيماء ولكن قبل كانت النقطه اللي طرحوها بزاف ديال المستمعين الكرام وبغاو اجابه عليها نعم الكوليسترول وزريعه الكتان داكو هو الكوليسترول وزريعه الكتان انا ربما زريعه الكتان كتبقى من المصادر المهمه ديال واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كتكون نافعه واللي دائما يعني صحيه بزاف لواحد الدرجه اللي هي كبيره وربما انا من بين الناس اللي كيناديو ان السيده تسد انهم دخلوهم في الاطباق ديالهم يعني ويكثروا منهم يعني بدون اي تخوف الا في حاله بعض الاستعمالات انا بحكم على ان احنا في الحلقه ديال التفاعلات الا في بعض الاستعمالات ديال بعض الناس اللي كيستعملوا بعض الادويه مثلا زريعه الكتان من بين مكونات فيها هذه اليوم هذوك اللي معروف عليهم لانهم بحضور بعض الادويه لمضادات الالتهاب منهم خاصه اللي كتكون فيها الماده ديال لاندوميتاسين ولا ديكلوفيناك بدرجه اقل فمعروف عليهم لانهم كيمشي واحد كيكون بيناتهم واحد التفاعل اللي كيمشي خاصه يعني كتكثر من التاثير ديال هاد يعني هاد اللينيوم اللي هو من المكونات ديال زريعه الكتان كيكثر من التاثيرات ديال هاد المواد هادي لاندوميتاسين بالدرجة أولى تابعها ديكلوفيناك بدرجة ثانية وهذه أدوية مضادة للالتهاب يعني كيكثر من التأثير ديالهم على المعين وبالتالي كيكثر لنا ديك الإمكانية من الإصابة بديك القرحة ديال المعدة اللي كتكون كمضاعفة ديال واحد ديال الاستعمال ديال بعض الأدوية المضادة للالتهاب يعني احنا لاحظنا على أنها بديتها بزريعة الكتان والمنافع الكثير اللي عندها حتى فيما يخص الكوليسترول وربما الكوليسترول احنا كنا تطرقنا ليه واحد الحاله واحد الحلقه وكنا تطرقنا بطبيعه الحال كاين واحد العدد ديال الاعشاب اللي كنقدروا نصحوا بها ولكن كتبقى بطبيعه الحال التغذيه السليمه هي الاساس الحركه الرياضيه شرب الماء يعني النمط ديال الحياه وديال العيش اللي كيبقى مهم عندنا بزاف وبطبيعه الحال كتبقى الاهميه ديال بعض المصادر خاصه ديال الأسيد أوليك مثلا زيت العود اللي كيبقى بين أحسن المصادر ديال الأسيد كامون وساتوري اللي معروف عليه لأنه كيصعد لنا كي كمصدر خارجي ديال الكوليسترول اللي بين قوسين كنسميوه نافع وكذلك يعني بعض التغذية اللي يكون فيها سعرية منهم مثلا زريعة الكتان أو حتى الشعير حتى
حتى يعني اللي معروف عليهم لأنهم كيكثروا لينا داك الافراز ان كنتخلصوا كتمكنوا لنا باش الكبد ديالنا باش كنتخلصوا من الكوليسترول بدل ما تكون ديك العمليه ديال اعاده الامتصاص. نعم راجعي لعندك دكتور عبد الخالق قرمدي ان شاء الله ونجاوبوا على كل تساؤلات ديال المستمعين الكرام منهم تساؤلات ديال شيماء وديال باقي المستمعين اللي بعثوا بكل تساؤلاتهم عن طريق رقم 5080. كيكفي انكم تكتبوا كلمه صحه كتخليوا فراغ صغير وكتبحثوا بسؤالكم للرقم 5080 فاصل يعني وراجعين بقوا معنا. ورجعنا على ميدغاديو الاذاعه القريبه منكم في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. وارقام التواصل معنا دائما مفتوحه. اليوم موضوعنا على التفاعل اللي كيوقع ما بين استعمال الادويه والاعشاب في الكثير من الحالات. ارقامنا دائما هي 0522 46 52 51 او 52 والا عن طريق الرقم 5080. غادي نمشيو نتواصلوا مع فاطمه معنا على الخط من مدينه اكادير ونرجعوا نجاوبوا على تساؤلات ديال شيماء. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا على هذا البرنامج. العفو فاطمة. شكرا على البرامج ديال ميدغاديو. شكرا لك. مرحبا لالا فاطمة. وكنتمنى الشفاء للدكتور. يا رب إن شاء الله لكل مريض. شكرا طبعا. والسؤال اللي عندي يا دكتورة كناخذ فيتامين دي وكناخذ أستيجيك يوميا. إلا سمحتي فاطمة فاطمة إلا سمحتي بعدي على الراديو لأنه كيرجع ذاك الصدى ديال الصوت ديالك. بعدي على الراديو أو لطفي من الأحسن فاطمة باش نسمعك بشكل واضح ونجاوبو على سؤالك إن شاء الله. صح حبيبة. شكرا لك فاطمة. الله يخليك. السؤال اللي عندي هو واضح كتاخدي فيتامين دي وكتاخدي دوك الخنيشات ذاك المسحوق. أييه وكناخد الشاي مع البابون السلمية مد الدوش والزعتر دائما تنديرهم في اتاي. واشنو الغرض لالا فاطمه؟ واش غير حيت كيعجبك المذاق ديالهم ولكن شي غرض؟ علاش كتستعمليهم؟ دابا ولات دائما تنديرهم. ولات عندك عاده؟ عاده. اييه ما تيخ ابدا خصني اتاي يكونوا فيه الاعشاب. نعم واخا نجاوبوا ان شاء الله على اسئلتك. العفو فاطمه شكرا اللي كنتي معنا من مدينه اكادير. الا سمحتي دكتور عبد الخالق الرمضاني نرجعوا للاسئله ديال المستمعه الكريمه اللي هي شيماء واتصلت بنا قالت المشكل اللي كاين عند الوليد ديالها في العمر ديالو 4 سنين فهي كانت خداتو عند الطبيب ديالو اللي هو اخصائي في طب الاطفال اعطاها علاج اللي هو خاص بالمشكل ديال الحساسيه كيف ما شرحات. عنده مشكل ديال الحساسيه ديال الوراق ديال الزيتون والمشكل ديال الحساسيه ديال القرديات اللي كيعيشوا في الغبره. فهي قالت انه مازال كياخذ علاج ديال الطبيب اللي هو اخصائي في طب الاطفال وكياخذ علاج ثاني للاساس ديالو هو مجموعه ديال الاعشاب. فهي كتسول واش وليد في هذا العمر ما غيكونش شي تاثير على الصحه ديالو لانه كيستعمل زوج ديال العلاجات. نعم عند على حسب ما فهمت ربما وقيل يعني المعالج ديالها حتى الثاني وقيل يمكن طبيب يمكن طبيب اللي كيستعمل بعض الادويه اللي مصوبه بالاعشاب الطبيه ربما لانه ملي كان المساله اللي ضروري خصنا نعرفوها هي كتستعمل بعض المضادات ليزونتي ستاميني يعني كاين واحد كتبان على حسب ما كيبان على انه كاين واحد المتابعه وخاصه المساله اللي كنبغي نركز عليها هو انه الوليدات في هذا السن هذا واحد عدد كبير منهم كتكون عند قدر تكون عندهم مشكل ديال الحساسيه مشكل ديال الضيقه مشكل ديال هكا ملي كتكون واحد هذيك المتابعه القريبة والسوختو داك التريتمون دافون يعني داك العلاج اللي بعيد المدى فراه كيكون مهم. علاش؟ خاصة أنه في واحد العدد كبير من الحالات كتكون إمكانية ديال العلاج. إذا كنصح السيدة باش يكون واحد المتابعة حتى إذا كتستعمل بعض الحويجة الموازية مزيان أنه يكون واحد يعني يكون واحد يعني يتم التفريغ ديال المعالج ديالها باش يكون عارف شنو هي الحويجات اللي ضروري اللي كتستعملهم بالموازات مع ذلك. هي بطبيعه الحال يعني كاين بعض المدارس اللي كتهضر على بعض الحميات الغذائيه خاصه ما يخص الماده ديال الهيستامين. شيماء ذكرت لنا على ان الابن ديالها كيستعمل واحد الملعقه في اليوم ديال واحد الماده مضاده للافرازات الكثيره ديال الهيستامين. وذكرت هو فعلا في هذه المدارس هذو اللي احنا ذكرنا فكيهضروا على ان هو فعلا يعني لا تونور دي اونيستامين من الكميه ديال الماده ديال الهيستامين في بعض الادويه كتختلف على حسب واش عفوا على حسب التغذيه كتختلف واش هذيك التغذيه اللي احنا عندنا جديده واش كانت مخزنه محفظه
تطمن عليها بواحد الطريقة اللي هي طبيعية. وبالأخص هنا هو المسألة اللي كنبغي نركز عليها عند السيدة السادة هو طريقة ديال التصنيع. يعني الناس فاش كيكونوا عندهم بعض الأطفال عندهم الحساسية ولا عندهم شي مشاكل هكا، من الأحسن أنهم يتخلوا على أي حاجة مصنعة ويستعملوا يكتفيوا بالحويجات اللي هما طبيعيين، يعني اللي ما كاينش فيهم واحد لا ترانسفورماسيون وما كاينش فيهم مواد حافظة، ما كاينش فيهم بعض الملونات، ما كاينش فيهم بعض الحويجات اللي المنسمات. هادو راه كلهم راهم من بين الحويجات اللي هما نيت ربما في واحد العدد كبير ديال الحويجات كنفكروا على انه هما مسببات ديال الحساسيه. ولا سمحتي دكتور عبد الخالق رمضاني على ذكر الاغذيه ذكرت الشيماء، لانه هذه الامر كذلك مقلقها على انه الطبيب نصحها باش المشتقات ديال الحليب كلها ما ياخذهاش الوليد، الحليب ما كياخذوش، فروماج ما كياخذوش، ربما حتى الانواع ديال الياغورت ما كياخذهاش، فكتقول واش ما كاينش تاثير على الصحه ديالو هو في هذا السن محتاج لهذه المواد هذه؟ لا هو بطبيعه الحال هو محتاج لواحد التغذيه اللي كتكون يعني متنوعه اللي فيها اللحوم، فيها مصادر ديال الحليب، فيها خضار، فيها فواكه، فيها ماء، يعني هادو كاملين باش يعطيو يعني واحد النسبه معينه من السكريات، من البروتينات، من الدهنيات، من الفيتامينات، من الاملاح، من الاوليغوليمون، من الماء. يعني هادو حويجات اللي هما مهمين ليه من الالياف، يعني مهمين ليه في الحياه ديالو. هو بطبيعه الحال ما يكونش واحد اكثر من الحويجات اللي معروفين عليهم على انهم كيزيدوا كيحفزوا هذيك المناعه. مثلا بطبيعه الحال مثلا انا غادي نمشي معاهم مثلا بالنسبه للياغورت اللي ذكرتي، بالنسبه للياغورت اللي هما طبيعيين يقدر يستعملهم بواحد الكميه اللي هي معقوله. بالنسبه للحوم يحاول يبتعد مثلا على الكبد، على ديك الحويجات اللي كيكونوا مصنعين، يحاول يمشي مثلا يبعد مثلا من الحويجات اللي هما ماشي مصنعين ولكن اللي الانتاج ديالهم تم بطريقه صناعيه، مثلا الدجاج الرومي. يعني يحاول يبعد مثلا حتى في بعض الانواع ديال الاسماك يحاولوا يبعدوا منها، مثلا يبعدوا على السر ديال الكبايله، على الطون، يعني يمشيو يقلبوا يبقاو في ذوك اللحوم البيضاء، يبعدوا من ذوك الفرويدومير حتى هما معروف عليهم لانهم كيقدروا. وهذه الحميه هذه تكون فيها واحد المده، الا لاحظتي ملي حيدنا ليه مثلا اقترحنا عليه انه ما ياكلش السردين، ما ياكلش الكبايله، ما ياكلش هذا، راه كاينين اللحوم البيضاء، كاين الميغلون، كاين حويجات اخرين اللي هما في المتناول. وكذلك يعني معروف عليهم لانهم مصادر التغذيه ديالو مهمين، وفي نفس الوقت ما عندهمش ما غنيينش بزاف من هذه الماده هذه. كذلك يعني حتى القهوه بطبيعه الحال هنا غالبا ما هو الطفل فغادي يكون بواحد الشكل اللي هو قليل. يعني كاين واحد الحميه حتى في الفواكه، كاين حويجات اللي كنصحوا على انه يحاول ينقص منهم في هذه الحاله هذه، مثلا غير بحال لي فخيس، بحال لي بانان، الاناناس اللي معروف عليهم لانهم كتكون في واحد لا تونور، واحد النسبه ديال الفيتامين اللي هي مرتفعه. نعم الا سمحتي لانه الوقت ما بقاش بزاف دكتور عبد الخالق رمضاني، نجاوبوا على السؤال ديال فاطمه كذلك من اكادير، كتاخذ ادويه اللي هي خاصه بانها تعطيها فيتامين دي لانها عندها نقص فيتامين دي، وعندها عاده ديال شرب اتاي مع البابونج، مع السالميه، مع مرد الدوش. واش ممكن هاد اتاي قالت انها كتشربه يوميا يكون عنده كذلك تفاعل مع الادويه اللي كتاخذ ليها خاصه بنقص فيتامين دي؟ هنا انا هنا فيما يخص الفيتامين دي، فيما يخص الاش بي جي، كتاخذ كل الاسيد الساليسيلي، كتاخذ وكتاخذ ذكرات انها كتستعمل بعض الاعشاب، يعني حتى الطريقه باش ذكرت انهم كتطلقهم، يعني كتناولوا مع الشاي، كتستعمل لا كامومويه ولا الباموج، كتستعمل الشاي، كتستعمل العطره ولا لاتا، يعني كتستعمل بعض الاعشاب، وحتى الكميه غالبا باش كتكون تستعمل واحد الكميه اللي هي قليله، يعني ما عندها حتى شي تفاعل مع الادويه اللي ربما هي كتاخذها. عاد كنبغي انا جغياجي، يعني يكون عندي واحد رد فعل باغبوغ الفيتامين دي، لانه الملاحظه اللي لاحظنا على ان واحد النسبه كبيره ومقلقه ديال السيدات ولاو كيعانيو من الفيتامين دي. هنا نبغي الحلقه اللي نساليوها على التساؤل، وربما كاين معايا واحد العدد كبير ديال الاخوان المختصين اللي غاديين في هذا الاتجاه هذا ديال البحث على السببيه ديال هذا
النقص ديال الفيتامين دي المهويل، وتبين ربما من بين الحوايج وربما كانت عندنا واحد التجارب اللي هي ديال بعض السيدات، منهم مثلا على الأهمية ديال الشمس، الأهمية ديال التغذية المتوازنة، الأهمية ديال الشمس. ملي كنقول الشمس راه يكفي أنه واحد ربع ساعة اللي كنشمشوا فيها الوجه ديالنا والدرعان ديالنا في اليوم، إلا مشينا منها غير ثلاثة مرات ولا أربعة مرات في الأسبوع فراه كتكون كافية. نعم، بهذه النصيحة غادي نختموا لقاءنا معك دكتور عبد الخالق الرمضاني أخصائي في التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية، وإن شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد دائما كيهم الصحة والسلامة ديالكم في الحلقة ديال غدا من برنامجكم صحة وسلامة. لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد، كانت معكم وراء الميكروفون صابر فندا، كان معي في الإخراج وسميحة كان في استقبال مكالماتكم. صبيحة سعيدة، إلى اللقاء.